عامر فضحكم ووسخ سمعتكم. لك خلاص ولك حامد خلاص بقى. اسمع حامد اسمع، ما حدا بيطلع له يغبر على ززمتي وانا بصخر. لا اسمح لي هالمرة، هالمرة وسخ سمعتكم وجابها بالاراضي وبين الصغاري كمان. لك خلاص ولا خلاص احسن ما شلك عيونك. ركو قول حامد قول، شو قال كمان هذا الواطي؟ هات لنشوف. كمل. شو بده يكمل عقيد؟ شو بده يكمل؟ ركو يكمل لنشوف شو عمل كمان، كمل عمي حامد كمل، شو عمل هذا الواطي؟ جاب معدل عقيد. لك انا ما حدا بيعلم على صوت مرتي ولا؟ لا تواخذني هالمرة، بس بدي اقول لك انه حرمتك اخته لاب محمود انزلت قدام كل الناس. لك عم تجيب سيرة حرمتي كمان؟ مو انا اللي جبت سيرة حرمتك عقيد. بعدين روح خذ تارك من ابو عامر اللي من وراه صارت حرمتك بسجن القلعة. لك انت شو عم تقول؟ مثل ما سمعت معلم سخار، حرمتكم اتهم ابو عامر انه قتل مرته بليلة عرسها. ومو بس هيك. وشو كمان؟ احكي! والله يا عقيد انا زلمه مربى وما بيطلع معي هذا الحكي، بس الله يهز بدنه، الله يهز بدنه لابن الحرام اللي بيجيب اعراض الناس وبيحكي عليها وبيفضح اسراره. حامد قول شو ساوى ابو عامر احسن ما حملك كرشتك بين ايديك. ابو عامر كشف انه استغفر الله العظيم، والله ما عم تطلع معي عقيد. لك انا هالبحث ما اقول. حاضر تكرم عينك معلم. ابو عامر كشف انه حضرتك داخل على خطيبتك. شو عم تقول؟ مو بس هيك، اشتكى للكركون وبعتها هي على الطبابة الشرعية، طلع الحكي مزبوط. صخر هذا الكلام اللي عم بيقوله حامي مزبوط؟ اه لك احكي مزبوط ولا لا؟ يا بي الهام حرمتي وانا ما عملت شيء يغضب رب العالمين. طي عليك يا واطي طي عليك، نحن بنساوي هيك قبل العرس يا واطي؟ هادي اللي صار يا أمي، هادي اللي صار. يا الله يعطيك العافية للعبلي، بذلنا قدام الخلايا كلها. بالعكس بالعكس الله يسامحك يا علي، الحق مو على صخر، الحق على اللي بيفضح أعراض الناس. يعني وقت ما ثبتت القصة بالطبابة الشرعية إنه صحيحة، اتهموا حرمتك إنه قتلت مرته لأبو عامر، لأنه هديك بتعرف كل سر. لا لا كملت معك كثير يا أبو صخر. قال شو؟ مرت ابنا خريج تحبوس وقتلت قتلة يا فرحتي. انت شو عم تقول يا بي؟ هذا الحكي ما له مزبوط منه مستحيل. كل اهل الحار عم بيقولوا هيك نفس الحكي، انه حرمتك بريئه واللي صار بينك وبينها ما له علاقه بقتل بنت ابو سنين. واهل الحار عرفوا كمان؟ ايه عرفوا. كملت معك يا ابو صخر؟ كملت معك؟ إيه ما بلش لا تي ولا ازعر ولا مربى ولا صغير ولا كبير الا ودري باللي صار بين صخر وخطيبته، ولما دري ابو محمود طاش حجره، ويمكن يمكن شو كمل؟ والله يمكن هيك عم جمعوا حالهم، بدهم فوتوا لعنكم هيك فوتي على الحاره يدقوكم بدن كرمال عرض ابو محمود. مالو اخ ولك ما فشروا؟ لك بعيد عن اسنانهم هي. مو بس هيك على راسهم ابو عامر. انا يلي بدي رد له اياها لابو عامر وعلمه شلون يحكي على اعراض الناس. صخر لازم تطلعها هلا دخري على الحارك. هلا مو وقتها يا بي، انا بعرف شغلي معه لهالواطي. وديب اجمع لي رجال الحارة كلها والحقني. يا امرك عقلي. لك الحارة شو مستني؟ يا امرك عقلي. حامد هي كبيرة عندي كتير كتير، لك وحدة. انا خدام ابو عينك، روح ربي هز بدنك اللي هز بدنك، اخر زمن الناس ما عاد صفى فيها غير سابك الحارة. الله معك. يا باطل يا ابو صخر، يا باطل على اللي عم بيصير فيك. غدار يا زلمه. مختار يا مختار، شو بك مستوى الحاله يا مختار؟ صخر وجماعته صاروا بقلب الحاره. يا لطيف شو الحكي يا ان شاء الله يجيبهم من النار. الله يجيبهم. Bir
بدهم وين؟ كبيرنا ما بيجي لعند الاولاد الصغار يا صغير. لصغيرك تالك يا فصعون. شو جاي تساوي هون يا صخر؟ انا جاي بدي كبيركو. كبير حارتكم يجي لعندي لهون. انا كبير الحارة واقف قدامك، شو بدك؟ مو جاي مشانك يا مختار. انا بدي ابو عامر. شو بدك من ابو عامر؟ بدي ربي وبدي علم الاصول والفهم والادب. الاصول بتقول انك تفوت انت ورجالك هيك فوته يا صخر؟ انا بدي ابو عامر يلي فضع اعراض الحريم المستور وهي ببيوتها. هذا هيك هذا الكلام مردود عليك وعلى كل واحد بيحكي عني. مراجلك بتقول تروح تشتكي على الحريم الطاهرين وتحبسهم بالقلعه؟ ولك هاي مراجل الكبار ولك استحوا الانداني سوا. ابو ديب دير بالك على لسانك احسن ما عصه. ها لك يا حيف، بس يا حيف على اللي بيفضح اعراض الحريم وبيحبس حريم حارته وهن الطاهرين اكثر من كل الناس. نحن مو حريمنا اللي بنهانوا بحارتكم يا مختار، وش كان ماكن قادرين تحموها من قليلين الوجدان والضمير نحن بنحميهم. راس وست حلقك والعواطي، ما حدا قليل الشرف غيرك. مو نحن اللي بنختري بحريمنا قبل عرسها. لكن الحرب ما بدي شرع عملها. قول انك جاي تستر على عملتك الوسخه يلي عملتها مع المستوره يلي انت فضحت عرضها قبل ما الناس تعرف. قداس ما بيجوز الحكي بنوب. ما لك سامع شو عم يحكي يا كبير؟ طلع انت وياه من الحاره احسن ما طالعكم محملين. ولا ايه مو قبل ما كسر لك راسك وراس بعلمك ولا؟ لكن تشاهد على روحك انت واللي معك ولا؟ اهرب يا شيخ. يعني بدي مد ايده على الصخر، بدي يكسرله اياها وحمله اياها. عدلي؟ ايه عدلي يا صياح افندي. لك شو هذا عدلي؟ صخر رفيقي ويلي بدي يلمسه انا قتاله. عدلي اسمعوا يا صياح، انت اللي بتعمل حالك وبتنقلع انت ورفيقك الحمار من الحاره كلها. معناتها تشاهد على روحك ولا واطي. قرب اشوف. قرب رجعوا لورا. يلا صياح. بسيطة يا ابو عامر، هالمرة مو محسوبة، المرة الجاية جايينك بالسلاح. امشي امشي يا رجال. معو يلا 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 الله حريف. شايف شو صار؟ شفت. يعني عاجبك هالفضيحة اللي صارت بحريم الحارة من ورا عمايلك؟ مو عاجبني بنوب يا مختار. روقوا صلوا على النبي، ما وصلت الامور لهون. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا مختار خلينا نفوت على المضافة ونشوف شو بدنا نساوي. شرفوا يا كبارية الحارة شرفوا. بس هي كبيرة كتير يا مختار، كتير كبيرة. روح لشغلك قداس. بس يا معلم روح. رجال وحده من حريمه ماتت والثانيه بالحبس. هو كمان الله يكون بعونه يا مختار. ومين قال له يعمل هيك بحاله؟ كمان انت يا مختار ما بصير تحكي مع ابو عامر هيك، ما بصير تحكي معه قدام الناس. هلا هو بيرضاها على حريمه؟ في حدا من بيناتكم بيرضاها على حريمه؟ هلا لو صاير مع وحده من حريمك مثل ما صار مع اخته لابو محمود، بتقبل انه ابو عامر يعمل اللي عمله ويتدخل بدون ما يسالك؟ لا ما برضاها. شفت شلون؟ مشان هيك انا كشيت وشي فيه وما قلت له تفضل معنا على المضافة، فهمتوا؟ بس كمان صخر غلطان يا مختار. غلطان بحق اخته لابو محمود، بس يعني فوتوا على الحارة انا ما بشوف فيها شيء. الله لا يبلينا هيك بلوى يا جماعة.
يا بس كمان اساس المشكله كلياتها من اولها لاخرها هو صخر يا مختار. صخر معذور لانه الحرمه حرمته. يا بس الزلمه العمله اللي عملها ما حدا بيعملها مع حريمه. يا جماعه الخير، الشيء اللي صار مع صخر وحرمته ما له حرام منوب، هو جوزها شرعا لانه كتابه مكتوب عليها على سنه الله ورسوله، يعني بيقدر ياخذها لعنده ايمتى ما بده وباي ساعه بيريدها. بس ما صار عرسه لحتى تعرف الناس انه هي مرته عن حاوي حقيقي يا شيخي. هذا عرف بين الناس يا ابو راتب، اما عند الله سبحانه وتعالى هي حرمته وهو جوزها. بس غلطان ولا ماله غلطان يا شيخي؟ غلطان بيعرف الناس وبس، اما بيعرف الله سبحانه وتعالى ماله غلطان. والله شيء حلو، إذا قلنا ما فيها شيء معناتها كل واحد بياخذ من أعراض بعضه البعض وبدون ما حدا يضرب من الناس يا شيخي. أنا ما قلت إنه ما فيها شيء. كلام الشيخ مزبوط، لازم هيك موضوع ما ينحكى فيه أبداً ولا تصير أي مشكلة مشانه. أبو هاشم، المخلوقة فاتت على السجن مشان هالشغلة. رئيس الكراكون هو اللي دخلها على السجن، ولو ما في شيء ما كان دخلها. شو بده يكون فيها أبو هاشم؟ خلينا محمود تفضل. قلي يا ابو هاشم شو بده يكون فيه؟ احكي. يعني انا بدي اسالك سؤال، لو اللي عامله معي عامله معك كنت دافعت عنه ولا حاسبته؟ اكيد رح حاسبه. هذا حكينا وانا بدي حاسبه ومو رساله اياها. إذا بدك هلا بروح على المضافة بقلبها على راسه فوقاني تحتاني معلم، أنت بس أمرني. لا كداس لا، بيضل المختار وأهل الحارة من لحمنا ودمنا. إيه بس هو غلط معك يا كبير. لك أنا اللي قهرني هذا اللي اسمه عدلي، كيف بيوقف ضد أهل حارته وبيصف مع صقر؟ لأنه واطي ولي الأصل. شغلة بتحط العقل بالكف، كيف وصل الخبر لأهل حارة أبو صقر؟ شغلة صارت بيني وبين رئيس الكراكون، كيف وصلت لهني؟ شو جابان يا هون؟ روي يا بروي، هذا عدلي صاحبي واخي من زمان. والله يا عجيب، اللي عمله عدلي مع ابنك ضد اهل حارته وضد ابو عامر بينشهد له عليه. مش كان هيك اهلا وسهلا مية السلامة فيك، علي بالقبضاي، عود سريع شرف بشرف. عود عمي عون. علي فيك عجيب. الله وكيلك يا عجيب، بهدلنا لك ابو عامر قدام اهل حارته، مسحنا بكرامته الارض. ايه، بس انا لسه ما في شيء تخليه من هواتي سيارة. ولما ابو عامر اتدخل كنت طلعت بروحه. ايه بس ما قصرت، ما قصرت فيه وبري عليك. عدلي ابن اصول وبعمره ما نسي الخبز والملح اللي بينا. الاصيل يا ابي ما بينسى، ما بينسى، ما بينسى الاصيل، ما بينسى النوب. نحن من بعدكم عقيد. صبها يا بدي، صبها هون. امرك عقيد. عطرك يا شام حبي عطرك.